خلينا بداية كده نعرف الدور أو الجهود المبذولة من مصر لاستعادة الآثار المهربة بره مصر. احنا عارفين انه مؤخرا أو آخر حاجة تم استردادها هو تابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ واللي استرد من أمريكا. خلينا نتكلم في الجزئية دي بقى ودور مصر. في الحقيقة طبعا مصر من الدول الرائدة في مجال استرداد الآثار، ويمكن اللي الناس كتير ما تعرفوش ان مصر محققة الحمد لله في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة جدا في مجال استرداد الآثار، وده قائم على ان مصر قامت على توحيد كلمة كل الأجهزة التي تعمل في هذا المجال على أساس ان تكون كلمة مصر كلمة واحدة أمام العالم كله. فتم إعادة إحياء اللجنة القومية لاسترداد الآثار، وهي لجنة مشكلة بقرار من دولة رئيس الوزراء يرأسها وزير الآثار ويمثل بها كل الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي ووزارة العدل المصرية وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية، بالإضافة إلى شخصيتين من الشخصيات الكبرى في مصر زي الدكتور زاهي حواس والأمين العام والوزير الآثار الأسبق، وكذلك الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية. في هذا المجال مصر حققت طفرات كبيرة جدا، لأن وضعت استراتيجية مهمة جدا لاسترداد الآثار، وده شيء مهم في أي مجال لما تضع استراتيجية خاصة في المجال اللي أنت بتعمل فيه. أنا كان عندنا استراتيجية وخطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل. قصيرة الأجل وهي كل ما يتم عرضه سواء في صالات المزادات أو يتم ضبطه في المطارات الدولية أو يتم تهريبه من مصر من خلال المنافذ المصرية أو من خلال يتم سرقته من المتاحف، وخصوصا بعدما حدثت في مصر ثورتين كبيرتين مثل ثورة 2011 وثورة 2013 وما قابلهم من وجود بعض الخلل الأمني أدى إلى تهريب بعض القطع الأثرية خارج مصر. مصر وضعت هذه الخطة والحمد لله تم النجاح بها، ويمكن احنا حققنا مثلا في 2016 اكتر من 585 قطع أثرية، في 2017 483، في 2018 تقريبا نفس الرقم، في 2019 احنا رجعنا من ايطاليا بس 22,000 قطعة، بالاضافة الى 222 قطعة من بعض الدول الاخرى. في 2019 ربنا كلل مجهودنا بقطعة أثرية نادرة وماستر بيس كانت تعرض في متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت مصر بكافة أجهزتها في استعادة هذه القطعة الفريدة التي تعد من القطع الهامة جدا، وقد اقتناها متحف المتروبوليتان سنة 2017 وكان يعمل لها معرض خاص حضرها في خلال شهر واحد أكثر من 500,000 زائر. تمام. فاحنا الحمد لله قدرنا نرجعها إلى مصر. الحمد لله. طيب هل في إحصائية بعدد أو كمية الآثار المهربة برا مصر خلال الفترات الماضية؟ في الحقيقة طبعا أنا كل ما بروح أي انترفيو دايما بتسأل السؤال ده، ويمكن كتير الإجابة سهلة جدا عليه، وهي أن أنا عندي إحصائية لكل ما تم تهريبه من المتاحف أو المخازن لأنها مسجلة عندي طبعا. لكن أنا عندي ظاهرة مصر كانت بتعاني منها سواء كان قبل الثورة أو بعد الثورة، وهي ظاهرة الحفر خلسة في المواقع الأثرية أو تحت البيوت أو في الأماكن الصحراوية. دي لا يمكن حد يقدر يقدر ما تم خروجه من هذه الأثار، وده اللي احنا بنعاني منه. لكن احنا واضعين استراتيجية على أساس ان احنا نقدر نرجع هذه القطع الأثرية. تابوت نجم عنخ، طب احنا هنرجعها ازاي طالما احنا مش عارفين؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. ايوه، تابوت نجم عنخ كان من ضمن القطع اللي خرجت في 2011. ايوه، وما كانش مسجل عندنا. لكن احنا عندنا استراتيجيه، يمكن مش هنقدر نفصح عن ازاي بنرجع الكلام ده، لكن احنا كل قضيه وليها ظروفها الخاصه بيها. كمان احنا عندنا وضع حاجه مهمه جدا من كثير من الاتفاقيات الدوليه مع كثير من الدول العالم، وخصوصا دول الاسواق التي تعرض فيها الاثار المصريه، للعمل على استرداد هذه القطع الاثريه لانها تراث للشعب المصري أكمل. يعني أنا لما بيجي لي حد مجرد يعمل تفاوض على قطع أثرية سواء متحف أو في مكان، بقول له هات لي تفويض من الـ 100 مليون مصري، لأن دي ملكهم هم، مش ملك أي حد تاني، مش ملك الحكومة، هي ملك للشعب المصري، وهو الوحيد القادر على استعادة ثرواته، لأن ده رسالة مهمة جدا إحنا بنحافظ عليها لأولادنا ولأحفادنا إن شاء الله. طيب نقطة مهمة جدا هسأل حضرتك فيها، إن كانت ممكن توصلنا لتقليل التهريب للآثار اللي بنسمع عنها الفترة الأخيرة، ألا وهي العقوبات. العقوبات في قانون 83 1983 والمعدل في 2010 كانت عقوبات بسيطة جدا،
بتتراوح ما بين 5 سنين ل7 سنين سجن، وغرامة ما تزيدش عن 5000 جنيه أو 3000 جنيه، أرقام قليلة جدا. وبعد كده عفوا 50000 جنيه. وبعد كده العقوبة تغلظت في القانون الجديد، وصلت للمؤبد، وكمان الغرامة وصلت لمليون جنيه تقريبا. بالإضافة طبعا ليه إن هما بياخدوا بقى كل الأثار وبياخدوا كل الأدوات المستخدمة وإلى آخره. هل تغليظ العقوبات المطروح او المفروضة على المهربين بناء على هذا القانون هتقلل شوية من الآثار المهربة، ولا برضو التهريب هيكمل هيفضلوا مستمرين في الموضوع ده؟ في الحقيقة طبعا القانون وتغليظ العقوبات ده شيء مهم جدا، وشيء وكل القوانين في العالم يجب أن يتم تعديلها لتوافق المتغيرات الزمنية وتوافق كل ما يحدث في المجتمعات. فتغليظ العقوبات شيء مهم جدا، لأن في قاعدة بتقول من آمن العقوبة أساء الأدب. فتغليظ العقوبات شيء مهم، ولكن الأهم هو نشر الوعي الأسري، الأهم هو نشر الثقافة، الأهم هو نشر ثقافة الانتماء، وأن هذه القطع الأثرية هي ملك للشعب المصري وليس ملك للحكومة ولا ملك للأفراد، هي ملك للشعب المصري كله، ويجب جميعا علينا أن نحافظ عليه. وده اللي احنا تنبهنا إليه وبدأنا نعمل حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا بنقدر نعمل بالمجتمعات او الكوميونتي المحيط باي اثر سواء متحف او موقع اثري، ان احنا نبدا ندرب الاطفال وطلبه المدارس على اهميه الاثار المصريه واهميه الحفاظ عليها. طب اعذرني يا دكتور، هل الشخص المجرم او اللي بيتعامل بشكل اجرامي تجاه الاثار واللي بيبقى هدفه الاول والاخير، وعشان نبقى صراحة وواقعيين، هو الفلوس؟ طبعا ما بيهموش بقى ده اثر مصري، ما بيهموش دي حضارة، ما بيهموش ده ملك للشعب مش ملك لشخص، ما بيهموش ان ده ملك للدولة، ما عندوش اصلا اي حاجة بيبقى عليها غير انه عايز يوصل للفلوس. هل الشخص ده محتاج انه يبقى واعي ومثقف، ولا كده كده حتى لو هو عملنا حملات توعية وحملات تثقيف لازم يبقى فيه اجراءات رادعة تجاه هؤلاء؟ انا زي ما بقول لحضرتك، احنا الاجراءات الرادعه ده شيء لا مفر منه، لان ده قوانين ويجب ان تطبق على الجميع. ولكن الشخص المجرم هو لا مش هيفرق معاه زي ما حضرتك قلت اي وعي او توعيه او حتى كمان وازع. يعني انا عندي مثلا جرائم زي جرائم المخدرات او جرائم السلاح، في وازع الى حد ما وازع ديني، وازع ديني، لكن انا عندي في جرائم الاثار للاسف ما فيش وازع ديني، لان الناس كتير بتعتبرها ان ده ميراث او ارث ليهم، فبيحاولوا يتعاملوا معاه، وهو بيفتقد شيء مهم جدا، ان الاثار هي جزء من تاريخه وهي جزء من العرض، ومن يفرط في الاثار هو يفرط في عرضه، لانها وده دليل. لو حضرتك بتتابعي لما قطع اثريه بيتم سرقتها السوشيال ميديا بتشتعل، لان هو بالزبط. بتبقى حاجه كبيره جدا، وحاس ان هو حاجه من 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 ميراثه تم سرقتها، وده اللي احنا بنحاول نعمل عليه ونعمل على استعادة هذه الآثار مرة أخرى. ولكن الشخص المجرم ومافيا تجارة الآثار هي مافيا عالمية، والقوانين والاتفاقيات الدولية بتعمل على هذا الأساس، وتكون هناك عقوبات رادعة. يعني كان حضرتك قلت التعديل اللي حصل في 2018، أنا هقول لحضرتك كمان حاجة جديدة، إن احنا مقدمين للبرلمان تعديل في 2019 إن شاء الله، إن احنا كمان بنحاول نوقع عقوبة على من يتاجر في الآثار خارج مصر، يعني تمام. حتى لو مش مصري، تمام. حتى صحيح انا مش هقدر اطبق عليه قانوني، لكن على الاقل ان انا امنعه من دخول مصر، على الاقل ان انا احطه على اللائحه الحمراء بتاعه الانتربول. فلازم يكون هناك تهديد لكل من يحاول الاتجار بتراث مصر، لانه تراث ملك للانسانيه وملك للشعب المصري فقط.